أيها الإخوة، أيتها الأخوات، يتوب لي في هذا اليوم التاريخي المشهود والمضياف أن أنقل إليكم جميعا النجاح والتوفيق محملا بمشاعر المحبة والتقدير التي يكنها الشعب الجزائري لأشقائه في تونس. ما وجد لدى إخوانه الذي بدلتها باسم فخامة رئيس الجمهورية، وكم لأخلص التهاني على المكاسب حققها الشعب التونسي، ومتمنيا لكم من النجاح والتوفيق. عاشت الصداقة الجزائرية والتونسية. الجزائر معكم في السراء والضراء. السلام عليكم.